مساء الفل واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومقارنه جديده من عالم السيارات. من ساعات قليله غبور اوتو وكيل علامه هافال الصينيه اعلن عن زيادات سعريه لهافال اتش 6 بتتراوح ما بين ال 5000 وال 10000 جنيه على كل فئاتها. وخلال شهر اغسطس اللي فات المنصور للسيارات وكيل علامه ام جي الصينيه وابرز منافسين هافال في السوق المصري اعلن عن زيادات سعريه قيمتها 5000 جنيه على فئات الام جي اتش اس 3، واللي خلينا نتفق ان الفرق الوحيد بين فئاتها هو لون الفرش الجلد مش اكتر. في الفيديو ده هندردش بسرعه على اهم الفروق بين ام جي اتش اس وهافال اتش 6، واللي اولها الاسعار. وهنلاقي ان اسعار ام جي اتش اس بعد الزياده بتتراوح ما بين ال 412 وال 422 الف جنيه، اما هافال اتش 6 بفئاتها الاربعه فهتبدا اسعارها بعد الزياده من 375 الف ولحد 450 الف جنيه على حسب اختلاف التجهيزات في كل فئه من الفئات الاربعه. في فروق الابعاد والمساحات هنلاقي اولها فرق حوالي 8 سنتي زياده في طول الهافال اتش 6، لكن باقي الابعاد تقريبا واحده، سواء في العرض او في الارتفاع او في طول قاعده العجلات اللي طولها 2 متر 73 سنتي في العربيتين. الاختلاف الواضح هيكون باين جدا في مساحه الشنطه اللي حجمها في هافال اتش 6 600 لتر وفي ام جي اتش اس 463 لتر. النقطة اللي بعد كده هي نقطة منظومة الحركة في العربيتين، والمكونة في هافال اتش 6 من محرك بسعة 1.5 لتر أو 1500 سي سي تربو متوصل بنقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض أو دي سي تي وات من 7 سرعات، والمنظومة دي بتولد 148 حصان كقوة و230 نيوتن متر كأقصى عزم للمحرك. الام جي اتش اس بتتمتع بمحرك بنفس السعة اللترية اللي هي 1.5 لتر وشاحن تربو كمان، لكن نقل الحركة هنا أوتوماتيك تي أس تي من 7 سرعات، وأرقام القوة الحصانية 169 حصان وعزم بيوصل لحوالي 250 نيوتن متر. وصلنا لجزئية السلامة والأمان، ونبتدي بالهافال اتش 6 اللي عدد الوسائد الهوائية فيها بيختلف على حسب الفئة. ففي الفئة الأولى عندنا 2 وسائد هوائية، في الفئات الثانية والثالثة هنلاقي 4 وسائد هوائية، أما في الفئة الأعلى فهيكون عندنا 6 وسائد هوائية. لكن في ام جي اتش اس عدد الوسائد الهوائيه موحد في الفئات كلها وهو 6 وسائد هوائيه. اما انظمه الفرامل زي الاي بي اس والاي بي دي ونظام الثبات الالكتروني الاي اس بي والتحكم في الفرامل اثناء الانعطاف وفرامل الايد الكهربائيه ونظام التحكم في الجر ونظام مراقبه ضغط الاطارات واماكن تثبيت مقاعد الاطفال فكلها موجوده في العربيتين وموحده. سنسور الركن الأمامية موجودة بداية من الفئة الثانية في الهافال اتش 6، أما في الام جي اتش اس فحساسات الركن بتكون خلفية فقط مع الكاميرا الخلفية. هافال اتش 6 بتتمتع بمجموعة كبيرة من أنظمة مساعدة السائق زي نظام التدخل قبل انقلاب السيارة ونظام تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي مع منظومة كاميرات 360 درجة في الفئة الأعلى، ده غير نظام المساعدة في الثبات على الحارة المرورية والركن الذاتي ومثبت ومحدد السرعة المتأقلم الذكي، ودي كلها مميزات موجودة في الفئات الأعلى من هافال اتش 6. التجهيزات الخارجية في العربيتين متقاربة جدا زي الإضاءة الأمامية والخلفية الـ LED وتعديل وطي مراية الأبواب كهربائيا وأوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربية وفتح الشنطة كهربائيا والجنوط الـ 18 إنش. من جوه هنلاقي العربيتين تقريبا بنفس الفرش، بيجوا بفرش جلد في كل الفئات مع نظام ترفيه بشاشة داخلية بتدعم الاتصال بالهواتف الذكية عن طريق الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو مع شاشة عدادات ديجيتال ومقصورة ركاب مريحة مكسوة كلها بالجلد، ده غير فتحات التكييف الخلفية الموجودة في العربيتين مع التكييف الأوتوماتيكي ثنائي المناطق. بشكركم جدا على متابعتكم، بشوفكم في فيديو جديد ومقابل.